عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. عادة ما تعاني المجتمعات من موضوع التفاوت الطبقي، أو خلينا نسميها بتعبير آخر ثقافة التفاضل. أكو ثقافات عند الناس القرآن الكريم حاول أن يهذبها، ومنها ثقافة التفاضل، كأنما الناس أكيد يعني أكو اختلاف، لكن هذا الاختلاف بمنظور المجتمع أن الإنسان متى يكون أفضل؟ يكون أفضل إذا كان انتماء القبل مميز مثلا، يكون أفضل إذا كانت قدرات المالية كبيرة، يكون أفضل إذا عنده قوة وعنده سلطان وعنده خدم وحشم وأتباع، يكون مميز. القرآن الكريم ذني كلين يحطهن جانب على صفحة، يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ثقافة التفاضل يكون نرتب عليها أثر، ليكون نحترم الناس على ضوء ما عنده من مال أو مركز اجتماعي، وإنما الاحترام يكون على ضوء ما عنده من تقوى. يعني إنسان يخاف الله، متقي، عنده دين، عنده ورع، يفترض أن المجتمع يميزه، والإنسان أجلكم الله المتحلل لو يملك الدنيا كلها المفروض المجتمع يعطي قدره. وأنا أقول لك لو تمشي الأمور بهالشكل لكان أهل الباطل عرفوا قدرهم، لكن الآن أهل الباطل تشوفوهم يعني يحترمون أكثر من غيرهم بما يمتلكوا من إمكانيات، ولذلك تغيب حتى عن ذهنه، يصدق هو هم يصدق بنفسه، مو كذب ثم كذب ثم كذب حتى يصدقك الناس. هو هم يشوف المجتمع يهتم به ويوسع له ويعطيه المكان المميز هم يصدق بنفسه أنه خوش آدمي، بعد ما يراجع روحه. بينما المفروض قد ما يشوف المجتمع يتعامل وياه بازدراء أكيد راح يراجع نفسه، يقول ليش هاي الديرة ما احترموني، يظهر أنا مو زين خل راجع نفسي. فالمهم خلينا نسميها ثقافة التفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. علي بن أبي طالب سلام الله عليه خليفة، وخليفة خلنا ناخذها على المعيار الدنيوي، يعني حاكم متصرف، دولة مترامية الأطراف عنده. في يوم من الأيام نقل لعبيد الله ابن زياد لعنه الله، قالوا له أكو هذا رجل هو من آثر الناس عند علي بن أبي طالب، سأرجوك لما يقال فلان من الناس من أقرب الناس لرئيس الجمهورية أو أقرب الناس لرئيس الحكومة، يعني شو ميز تتوقع هذا فقير مثلا؟ مو
أكيد هذا فد إنسان ثقيل يعني ضخم، يمتلك ثروة، يمتلك جاه، يمتلك كل شيء، ولذلك وصل إلى مصاف الرؤساء. فبعث إليه عبيد الله ابن زياد، وإذا به ميثم ابن يحيى التمار، أعجمي القومية، أسود اللون، مملوك لامرأة من بني أسد، يبيع التمر في أسواق الكوفة. عجيب، يستغرب، يقول يا سبحان الله، هذا من آثر الناس لعلي بن أبي طالب؟ ليش صار أقرب الناس لعلي بن أبي طالب؟ بالتقوى، بالتقوى. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقرب المتقين، يقرب الأبرار، يقرب الأخيار، يعني ثقافة التفاضل طبقها أمير المؤمنين سلام الله عليه كما أرادها القرآن الكريم. وفعلا أنت الآن تشوف النجاح علما من تجي للكوفة وتسلط الضوء عليها في ذاك اليوم، مو اليوم، لو تسلط عليها الضوء، الكوفة يسموها قبل أرباع، إذا أرباع يعني أربع أقسام، مو لكل ربع زعيم، وهناك زعماء، وزعماء يعني أنا واحد شفت وصفة في اليوم يقول يركب باثني عشر ألف، يقولون 8000 دارع، 4000 فارس، وإذا تلاحقت الأحلاف من كندة يركب ب30000، يعني هذا اللي وراء 30000 سيف مرعب، مو؟ الآن روح اقرأ الكوفة أوقف عليها، تلقي له أثر هذا؟ تلقي له واحد يعرف اسمه؟ وهكذا شبث ابن ربعي، عمرو بن الحجاج، من كبار الكوفة كانوا. تدخل للكوفة الآن حتى قبور ما إلهم تذكر، وهذا الأسود اللون، الأعجمية القومية، المملوك لامرأة من بني أسد، الآن قبة ومزار يتشرف بها القاصي والداني، مو اللي هو ميثم ابن يحيى التمار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا مقاييس رب العالمين. يوم من الأيام، لهذه الثقافة كانت موجودة، كانوا قاعدين العباس ابن عبد المطلب وشيبة قاعدين بالمسجد ويتباحثون ما بينهم. فالعباس ابن عبد المطلب كان يفتخر بسقاية الحاج، لأن العباس كان مسؤول عن سقاية الحجاج، وهذه يعتبروها مفخرة، وهي بالمناسبة هذه السقاية ورثها عن عبد المطلب رضوان الله يعني. لأن عبد المطلب في يوم من الأيام بئر زمزم انغمر راح يعني، فشاف بالمنام عبد المطلب، قال له يا عبد المطلب احفر زمزم عند الغراب الأعصم بين الفرث والدم، يعني طاع عنوان منام اجا، وثاني ليلة تكرر المنام، ثالث ليلة تكرر المنام. احنا طبعا بالمناسبة عندنا المنامات، خلينا نسوي مجال يعني، احنا الليلة مشكلتنا يعني الشباب ليش يقعدون بالباب؟ هاي الأجنحة يمنى ويسرى مفتوحة حتى اللي يجي يقعد، جزاكم الله ألف خير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، رحم الله من ذكر القائم، فصلى على محمد وآل محمد. احنا عندنا المنامات يقسموها الى اقسام. منام يقولون عنه بشارة من الرحمن، ومنام تحزين من الشيطان، ومنام اضغاث احلام. بس اذن العوامل الثلاث، ولذلك احنا ترى بالمناسبة ما نرتب اثر على المنام. اخاف واحد يجينا مثلا يقول انا شفت بالمنام النبي قال لي هالشكل، شفت الحسين قال هالشكل، احنا ما نرتب اثر. الله يرحم الشيخ كاشف الغطاء، فديوم من الايام اكو واحد سواله مزار يعني، قال هذا المزار لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. فودى علي الشيخ كاشف الغطاء قال له عمي اتمين لك هاي آية رواية شي دراية شنو الموضوع؟ قال له والله انا شفت الزهراء بالمنام وقالت لي سوي لي مقامي بهالمكان. فالشيخ كاشف الغطاء قال له عمي احنا باليقظة ما ناخذ بكلامك، انه منامك ناخذ.
فالمنامات مرتب عليها أثر. هسه أكو غيرنا ممكن أن يبني عليها أثر؟ لا، إلا منامات الأنبياء. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. رتب أثر لأنه نبي، والنبي منام يعتبر بمثابة الإيحاء، يعني مثل الوحي. أما أنا جعفر القاصر أشوف منام وأجل الأمة والله شفت بالمنام هذا، فعلى الأمة أن لا تأخذ بهذا. ما عندنا إحنا رواية تأخذ أو رأي أو عقيدة أو شريعة تبنى على منام. الشاهد بس المنام يقولون عنه بشارة من الرحمن. قد واحد خوش آدمي شوفه فد ومضة بالمنام لطيفة، والأحرى بي أنه هم لا يتحدث بها، خليها بينه وبين رب العالمين. وإما أن يكون تحزين من الشيطان والعياذ بالله، ويتعوذ بها من الله بالله تبارك وتعالى منها. وأحيانا أضغاث أحلام، إذا واحد يأكل هواية يستبرد بالليل يقوم يهلوس، يقعد الصبح ينظر علينا. عم وفر نفسك لك. عبد المطلب لا، من الأوصياء. بس قد واحد يجينا من المسلمين يقول عبد المطلب كان مشرك، هذه عقيدة تخصه. أما نحن نعتقد بأن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، يعني لا بد أكو هناك من يحتج به الله تبارك وتعالى على خلقه. وأيام عبد المطلب كان الحجة والامتداد الطبيعي للحنيفية. للعلم ترى شريعة موسى شريعة عيسى هي شرائع وليس الدين، وإنما إن الدين عند الله الإسلام. وبالمناسبة خمو النبي سمانا مسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فهل يعقل أن هذه الملة وبطل التوحيد يقودها اللي هو إبراهيم الخليل، وإذا بإبراهيم تندثر رسالته؟ محال. لابد أن هناك امتداد طبيعي. وكان عبد المطلب، وسنعطيك بعض الأدلة مثلا، يعني عبد المطلب لما كان يحفر زمزم وجد كنز من خلال تطاولت عليه السنين، من استخرج الكنز أخرج خمسه. الله تبارك وتعالى أقر له بالقرآن ولا مو؟ اثنين، عبد المطلب كان في زمنه رضوان الله عليه كان يقولون عنه في زمنه كان مألوف أن الرجل إذا مات فلولده أن يتزوج من زوجته، يعني يتزوج مرتبه. كان العرب مألوفة عندهم هاي الظاهرة بشرط ألا تكون أمه، يعني من زوجات أبوه، الأخريات ممكن أن يزوجها، أو ممكن أن يزوجها وينتفع بثمنها، ممكن أن يحبسها، يعني مثل الإرث. شلون أبوك إذا مات وعنده عمارة تتحول إليك؟ الزوجة عندهم بنظامهم هالشكل. عبد المطلب كان يمنع بيته وأسرته وعائلته المرتبطين به، يقولهم لا، هذا يسميه زواج المقت. عبد المطلب يسميه زواج المقت. من إجى القرآن إيش قال؟ قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني نفس تسمية عبد المطلب. عبد المطلب رضوان الله عليه لما دخل باليمن على ملك اليمن قال له: يا عبد المطلب، سيف بن ذي اليزن الحميري، قال له: يا عبد المطلب، إذا ولد الغلام بتهامة بين كتفيه شامة ستكون له الزعامة إلى يوم القيامة. يقصد من؟ يقصد النبي صلى الله عليه وآله. ولا أظنه إلا أن يكون من ولدك يا عبد المطلب. عبد المطلب سجد لله بحينها شكرا. فلما حضرته الوفاة أولاد عبد المطلب عشرة، وبدأ يوصي بوصاياه، فالتفت إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان صبي صغير، قالهم: من يضمن لي هذا اليتيم لأنم قرير العين في قبري؟ من يضمن لي هاليتيم؟ فالتفت إليه أبو لهب قال: أنا له يا أبا. أرجوك أنت اقرأ هالأحداث، يعني معقولة تيجي على أبو لهب ابنه، شخصية مرموقة محترم عند العرب، ابن عبد المطلب، قال له: أنا له يا أبا. تدري شنو قال له عبد المطلب؟
التفت إليه قال أما أنت فكف شرك عنه، رعاية ما أريد منك بس كفيني شرك. بالبعثة النبوية منين جاء الشر؟ تبت يده، وكأنه يقرأ الغيب من وراء حجب، كأنه يقرأ المستقبل. فعبد المطلب رضوان الله عليه كان من الأوصياء، وشاف احفر زمزم وحفر زمزم وزم الماء، وصار بينهم بين بني أمية ترى أكو مناقشة هسه الوقت يطول بها، وايا وراحوا للتحكيم وحصل ما حصل، وظهرت كرامة لعبد المطلب بالموضوع بالطريق. المهم فصارت السقاية إله، العباس ابن عبد المطلب كان هي السقاية عنده بعد عبد المطلب. فقعد هو وشيبة هاي بعد الإسلام بالمدينة يتفاخرون، العباس يقول أنا إلي سقاية الحاج، وشيبة يقول له لا أنا عمارة المسجد، وعمارة المسجد أفضل وأهم، يتفاخرون بدورهم. فمر بهما علي عليه السلام، سمع الحوار اللي بينهم، قال لهم أنا يمنعني الحياء أستحي منكما، أنتوا أكبر مني أنا أصغر منكما سنا، ولكن عندي ما ليس لديكما، ما عندكم شيء من اللي عندي. قالوا وما عندك؟ قال أنا آمنت بالله وجاهدت بسيفي حتى آمنتما بالله تبارك وتعالى. وهذا أوجه من أنك تسقي الحاج أو تعمر الكعبة أو شيء. فذولا شالهم الغيظ، راحوا يشكون علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله. نزلت الآية الكريمة تفضل الخصام، قالت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن مقاييسكم خطأ، أنا ابن فلان وأنا كان عندي الدور الفلاني، وأنا هذه أدوار الله تبارك وتعالى لا يعبأ بها. لا يستوون عند الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا، احنا ندري الإيمان غير الإسلام. الإسلام أن الإنسان يتشهد الشهادتين، إذا تشهد الشهادتين صار مسلم. شنو يحصل بهاي؟ يحقن دمه، يصير دمه حرام، يصير عرضه حرام، يصير ماله حرام، يعني يدخل في حرمة الإسلام. لكن هل هو مؤمن؟ لا، مو بالضرورة أن يكون مؤمن. الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه قد ما يتحدث عن بني أمية يقول والله في أيام الخلاف مع معاوية بن أبي سفيان كان يقول والله ما أسلموا ولكن استسلموا. كفرق يعني بين الإسلام والاستسلام، ما أسلموا ولكن استسلموا، أضمروا الشركة وأظهروا الإيمان، فعندما وجدوا أعوانا أظهروه. شو وقت أظهروا الشرك؟ عندما وجدوا أعوان. وفعلا من لقوا أعوان، شوف المشكلة ترى المسؤولية مسؤولية انحراف الطواغيت، مسؤولية انحراف الحكام تتحملها الأمة. شو تشوف الأمة خالية من المسؤولية؟ مو خالية من المسؤولية. القرآن الكريم من يتحدث عن فرعون يقول استخف قومه فأطاعوه، من قاموا يصدقون به وأعلنوا له الطاعة أظهر وإلا يصل الحال بالأمة الإسلامية يجلس أمامهم من يزعم أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. طيب أنت إذا هالشكل لعبت هاشم بالملك، ماكو أمة التفتت عليه وقالوا له، يعني ماكو واحد مثل عبد الله ابن عفيف الأزدي لما وقف عبيد الله ابن زياد يشتم عليا والحسين، وقام له وقال له الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن ولاك وأبوه، لو الأمة كلها تأخذ هالموقف يصير منحرف الحاكم. لكن المشكلة إحنا الحاكم نصدقه حتى لو يحكي الكفر، حتى لو يحكي الشرك
نصدقه ونصفق له ونتعاضد وياه ونتفاعل وياه. استخف قومه فأطاعوه وجدوا أعوان. هذا واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: سيدي أنا كنت أعمل في ديوان القوم في ديوان بني أمية، والآن أريد وضعي وأرتب أموري وشلون وشي، وحصلت منهم بأموال كثيرة على أموال كثيرة، شلون أخلص؟ الحادثة معروفة، لكن شاهد منها يقول للإمام سلام الله عليه: لو لم يجدوا أعوانا يشهدوا جمعتهم وجماعتهم لما استطاعوا من غصبنا حقنا. الآن الفاسدين الموجودين اللي تعاني منهم الأمة، إلهم أعوان لو ما إلهم؟ إلهم أتباع لو ما إلهم؟ الآن ذول الفاسدين لو يريد واحد من الصلحاء من المصلحين من من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويريد ينوه عنهم ويسميهم بالاسم، يقدر ينزل من منبره يلحق؟ انت وياي ولا ما يقدر؟ ليش؟ هو ما موجود، لكن اعوانه دول اللي شدوا ازره وعاونوه على الباطل. اذا الامة تتحمل المسؤولية لو ما تتحمل المسؤولية؟ هم تتحمل المسؤولية، ولذلك بني أمية ما قدروا يصيحون أحرقوا بيوت الظالمين، واللي صاح أحرقوا بيوت الظالمين مو يزيد مو ولا عبيد الله ابن زياد، قاعدين بقصورهم وقاعدة هاي الهمج الرعاع تقتل آل البيت وتهتك أعراضهم وتسلب أموالهم كله طمعا برغبة املأ ركابي فضة أو ذهبا. ويا ريت هسه قبلهم يحصون ذهب وفضة، هسه وحقك أغلب الأعوان ما يحصون شي، ترى ماكو شيء. تشوف وضع تعبان، لو عنده ستوته، لو عنده توك توك، لو عنده سويويرة صغيره بسيطه ويشتغل بها على باب الله، والله ذاك ما كلي ناصره، ما يدري بيه منين يشرب ماي، ما يدري بيه الليله عنده فطور لو ما عنده، لكن فنك يجيب طاريه مزق هدومك يذبحك يصفيك. إذن هذا هو هذا السبب، هذا السبب، سبب دمارنا هذا. اذا الامه اللي تتحمل السبب المهم. فهذا يقول: والله ما أسلموا ولكن استسلموا، فلما وجدوا أضمروا الشرك وأظهروا الإسلام. فلما وجدوا أعوانا أظهروه، من لقوا أعوان طلعوا على حقيقتهم. وأنا أكد لك أكو ناس من ترجع بذاكرتك قبل 20 سنة عصرها، قبل 15 سنة كانت الناس تظاهر بالدين وتجي ويمر عليك ويسلم ويحضر مجالسك، ومو لأنه محتاج يريد يقوي نفسه، شلون تمسكن لما تتمكن، منتمكن الآن وصارت مخالب بحال فيه لا مو يمك. نفس المفهوم يعني، هو القوم أبناء القوم، نفس التاريخ يرجع بصيغة أخرى بطريقة أخرى، مثل ما يقول وجهان لعملة واحدة. فالشاهد الإيمان مو مثل الإسلام، الإسلام مجرد أنك تشهد شهادتين وعلى هالأساس اتصلت مسلم، لكن لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. بس الإيمان لا، مرتبة أخرى. ليش؟ لأنه الإيمان احنا قلنا الإسلام بالشهادتين بس، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، خلاص اللهم صل هذا مسلم. لكن الإيمان لا، طابع ثاني يختلف. الإيمان أولا يقولون عنه إقرار باللسان اللي يقول عنده هاي الشهادتين اللي يقولها، واعتقاد بالجنان، كون بداخله معتقد. مو هذا أبو سفيان لما صار فتح مكة وجابوه للنبي صلى الله عليه وآله، العباس بن عبد المطلب وعلاقة وشي جابه، قال له: أسلم، أعلن إسلامك وإلا تصادر حياتك. قال له: يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له: والله علمت لو كانت هناك آلهة لدفعت عن قريش، يعني مو ما يريد يقولها. قال: أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فلكزه العباس بن عبد المطلب، قال: ويحك تقتل. فقالها حتى يحقن دمه حتى لا يموت، ما قالها إيمانا بالكلمة، بينما الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، كون القلب
مطمئن. بعد النقطة الثالثة وعمل بالأركان، ولذلك انت تشوف الآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما شفنا في اليوم آية تفرق ما بين الإيمان والعمل. المؤمن لازم يترجم إيمانه بالساحة العامة، بالساحة الاجتماعية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إيمان إقرار باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. وإذا أفرغت الإيمان من العمل ما ينفع شيء، وإذا أفرغت العمل من الإيمان ما ينفع شيء. يفترض أن يقترن الإيمان بالعمل. هسه طبعا إذا تخلينا تحت المجهر وفق هذا المفهوم، يعني ثلاثة أرباعنا مو ذاك الإيمان. هسه احنا خلينا نكون واقعيين أرجوكم، يعني الإنسان من يواجه الحقيقة حتى لو تكون مرة يستفيد منها، يعني بلا محابات بلا مجاملة. الآن أنت أغلب مجالسنا، أغلب أماكننا العامة اللي نسميها الدواوين، ديواننا تفض به الخصومات، مو تنحل به الخصومات. كل ما تدخل مجلس لازم غالبا ما تجد أن المجلس متوج بالمنبر الحسيني الشريف، وعادة من تتصفح بالمجلس تشوف أيضا صورة لأحد مراجعنا الكبار، لأحد فقهائنا العدول. فمعنى هذا أني أنا ملتزم. طيب من يصير قضية ومن يصير موضوع ويصير طرح، نعمل بالأركان التي أرادها الله، مو يمها أصلا ولا نفكر بيها. الآن اللي يجي بينا الخير كلش كلش اللي عدى مجال وعدى دين يقول لك أروح وياك للحق، لكن أنا ما سمعت في اليوم أروح وياك للشريعة. مو هم شفتوا خصوما حلت يقول نروح للشرع؟ أبدا ما نجيبه في مقاييسنا الشرع، مو يم الموضوع. بينما الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله. إحنا الردة للسواني مالتنا، إذا معطل هذا الجانب. العنصر الثالث من الإيمان معطل، وهو العمل بالأركان. فيفترض أن نلتفت لهذه الظاهرة، أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. فردوه إلى الله، الله يعني إلى النبي، بعد النبي إلى الإمام، في عصر الغيبة إلى الفقيه، إلى الحكم الشرعي، ونشوف الله شنو يقول بي وناخذه. لكن احنا ما نطيق الموضوع، شنو شرع؟ من يروح للشرع؟ مو يمه اصلا. ولذلك اغلب الان الـ 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 يعني المعتمدين للفقهاء اللي مالين المحافظات ما اشوف يسألون احيانا بفض النزاعات، وانما فض النزاعات كأنما قضية هي بعيدة عن الدين. هسه وهم الدين وياكم، يعني الصلح سيد الأحكام، لكن يفترض أن لا نطلع عن خط الدين ونرتكب المحرمات. فالإيمان كما قلنا، الذين آمنوا، الإيمان بهذه المراتب الثلاث. الذين آمنوا وهاجروا، الهجرة نوعين. مرة أن الإنسان يهاجر بجسده، يعني يشوف منطقة ما يقدر يوفر أدنى المستويات لدينه، يعني ما يلقي لبيها خبز حلال يأكلها، ما يلقي لبيها شربة ماء نظيفة يشربها، ما يلقي لمجتمع مسلم نظيف متآخي يوصل به الحال إلى أن يضطر للهجرة. الضيق على الأرض بما رحبت بمكانه، يطلب مكان آخر لوجه الله تبارك وتعالى، ينهزم. يعني هسه أكو بعض اخوتنا المغتربين، نصير واقع حال، يعني اخوتنا المغتربين باوروبا برا الان بدوا ينتقلون من دولة الى دولة. اللي عنده تواصل يعرف هالفكرة. ليش؟ لانه بعض الدول اللي عايشينها صارت تروج مثلا للمثلية، اجلكم الله، صارت تدخل ضمن مناهجها الدراسية. يعني طفل بالثالث ابتدائي بالثاني ابتدائي يدخلون ضمن مناهجه قضايا ما بين الجنسين، يعني تفاصيل، ويعني بعد واحد فشله ما يسولف هذا. يعني شلون انت احيانا نسحنا اذا قاعدين في مجلس ويريد يصير يصدر من عندنا كلام يتعلق بهذه الامور، مو نتحفظ اذا اكو طفل قدامنا نقول هذا المفروض الله يفهم بعد وقته، يعني مو هسه. هذولا لا، صاروا مناهج التعليم يدخلوه يفسروا له شلون وكذا وضع، يعني
هذا الإنسان منشوف قدامه تجربة يحاول أن يطبقها، يبحث عن تطبيقاتها. فبعضهم صاروا وين يطلعون يهاجرون، يقول لك حتى أحفظ أولادي حتى أحفظ بناتي، ويهاجرون إلى دول أوروبية بعده لم تأخذ بهذه القرارات. احنا سبقنا الأحداث أكثر منها، سبقنا بسرعة، سبقناها، ويا ريت احنا من نتماشى مع المحيط الدولي بالثقافة بالتطور، كن نتماشى بكل معنى التطور. وفر لي صحة كما هو عنده، وفر لي بلدية مثله، وفر لي خدمات، وفر لي طاقة كهربائية، وتعال مشي لي بهاي الطريق. مو انت سبقتني ركضت على هذه أسا. هذا ليش اقول لك الموضوع خطر، انا ضال يعني سب قلبي صار لك كم يوم. مثلا رسالة تجيك، رسالة انت والله تسمح لي خل اقراها انا بلي تصير النتائج خل تصير. للابلاغ، الكل تليفوناتكم يجوز جتموه، للابلاغ عن حالات العنف داخل الاسرة يرجى الاتصال بالخط المجاني المرقم كذا، مع تحيات مديرية حماية الاسرة. سقريت شنو الموضوع؟ يعني انا بنتي مراهقة عمرها 12 13 سنة اريد اربيها، بامكانها تشيل تليفون تشتغل على هذا الخط الساخن، يجون الشرطة المجتمعية ياخذوها مني. سبعدنا بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اختشرنا بسم الله، بعدنا ما وصلنا التطور والثقافة والحضارة وطبقنا كل الخدمات لشعبنا، شعبنا عايش على السكع، خريجين جامعات وكليات ويبيعون كلينس بالتقاطعات، مو يوفر لي الاجواء والضمان الاجتماعي، ووفر لي التأمين الصحي، ووفر لي التأمين الاجتماعي، وديش الساعة اقول لي تعال. زين انا بغير عزم عزاين احنا تدروا يعني، واذا يجي تليفون يتوفر تعال، وين تقدر بعد السيطرة على وبالتالي الاسلام ضد العنف الاسري، لو مو ضد العنف الاسري هو منو العنف الاسري؟ من اخذته انت؟ من قريته انت؟ قريته من الاسلام. واذا تتذكرون قبل كل ليلة ايش قلت لكم؟ مو كان في معرض حديثنا قلنا من اشد عذاب القبر سوء الخلق مع العائلة، ولا مو هذا اللي يقول الاسلام؟ بس مو معناها استهتر بنتي تجيب لها ولد وياها بوي فريند هذا صديقي وتدخل بيه للبيت، واذا احاجيها واقولها ليش تتصل بالشرطة المجتمعية. المفروض بينا كشعب مسلم نقف امام هذه الهجمة، نقف امام هذه الثقافة، نقف امام هذه التوجهات. احنا شعب مسلم اكثر من هذا، عوفنا شعب عربي عنده قيم وعنده تقاليد وعنده ثقافة، وهذا المحيط الإقليمي كل قل ما تجد دولة غير مرتبطة بأوروبا وأمريكا وغيرها طبقت مثل هذه النظم. ليش بس العراق سباق لهذه الأمور؟ وطونا شوية مهلة، طونا شوية مجال، خل شوف الحياة، شوف الدنيا شلون تصير، وبعدين تسووا لكم اللي تردوا سووه. مو من هسه العنف الأسري، منو مع العنف الأسري؟ أشد عذاب القبر من سوء الخلق مع العائلة، لكن يبقى الأب إلى ولاية على ابنه وإلى ولاية على بنته، ويربيهم التربية السليمة، يمشيهم على الطريق الصحيح. هذا معناها انتشار الفوضى بالمجتمع. وإذا انتشرت الفوضى وطاحت القيم، الإمام الحسين سلام الله عليه مو إمامنا، لو إمام الناس كلها، اللي حتى اللي كاتب الرسالة قد يكون إمام الحسين، لأن الحسين إمام الإنسانية مو إمام شيعة. إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. مو هذا الابتذال؟ المهم، فالهجرة قلت لك هجرتين، مرة هجرة جسدية، فذولاك شبابنا كانوا يهاجرون من أوروبا، هسه لا زالوا يعني إذا عندك تواصل، أكو بعضهم أنا ما أريد أسمي الدول، ينتقل من دولة إلى أخرى حتى يحفظ أولاده. زين احنا شلون النوب؟ اذا استحوذ هذا الامر راح نهاجر من العراق حتى نحفظ أولادنا. ليش تضطرنا للهجرة؟ عندي قيم، عندي ثوابت، عندي حضارة،
عندي متبنيات فكرية وعقائدية يجب أن تحترم، والناس أحرار بدينها وبعقيدتها، وشي غير الدين ضمن حرية العقيدة وحرية الدين وحرية التصرف. هذه مرة هجرة، هجرة قلت لك جسدية، مرة هجرة لا، واهجرهم هجرا جميلا، اصبر لما يقولون، على قول من يحشون من يسبون من يشتمون، يقول للقرآن الكريم اصبر على هالوضع اللي يصدر منهم، واهجرهم هجرا جميلا. هجرا جميلا يعني شو؟ هذا مو هجران جسدي، هجرة نفسية، يعني من يقعدون بالجو الملوث لا تقعدوا وياهم، اتركهم. فديوم واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي أنا عندي جيراني مشتري جواري اثنين للغناء فقط، يعني الجواري كان إلها من يشتروها إلها شغل، يعني واحدة طبخ واحدة زوجة واحدة غناء يعني حسب. فقال له أنا جيراني مشتري جواري اثنين للغناء، وأنا عندي بيت الخلاء اللي هو لتوالية الحمام WC شو تسميه، الشعوب تختلف به، أنا من أروح أقضي الحاجة به، هذا ملاصق لبيت الجيران، أسمع الغناء يوصلني الصوت. هنا أكو نقطة، يقول له ولعلي وربما أطلت الجلوس استماعا مني، يعني أحيانا حاجتي تقضي بس أنا ما أقوم، أبقى مستمتع وين؟ بالصوت اللي يوصلني. هاي النقطة أخواني شد فيدنا شباب أحبائي، هاي النقطة احنا نريد نقرأ ما بين النصوص ما بين السطور. ما تستنطق هاي الرواية بشيء؟ أكو رواية تقول من حام حول الشبهات أوشك أن يقع فيها، يعني شلون؟ اكو شباب هنا يقعدون مثلا كل يوم يلعبون قمار اجلكم الله، انا ما لي شغل بالقمار ولا العب واستحرمها، اخلاقي منافي، بس هم اصدقائي اروح اقعد يمهم. الدين يقول له لا، اذا اكو شبهة لا تحوم حول الشبهة، اوشك ان يقع يطيح بيها الشبهة. مثلا ناس يتعاملون بالمخدرات وانا اروح اقعد ما لي شغل بيها، يقول له لا لا تدنى اليوم وباكر وتشتم ريحتها وتدنى يمهم، بالله اعطيني شويه خلي اشوفها خلي هذه، واذا انت وراس خيط صاير بيهم. فمن حام حول الشبهات اوشك ان يقع فيها، ابعد عن الشبهه، اذا اكو مجلس بشبهه بتهمه بمعصيه باساءه للقيم للاخلاق اتركها، حتى لو يكون ابوك لو يكون اخوك لو يكون، انما المؤمنون إخوة، ماكو أخوة نسبية. فيقول له يا ابن رسول الله أنا أقعد وربما أطلت الجلوس استماعا مني، يقول له الإمام لا تفعل، قال له أنا ما رايح برجلي، وإنما كل ما في الأمور أنا أروح للحمام أسمع الصوت. قال لا تفعل، قم واغتسل وسل الله التوبة وصلي ما بدا لك، كيف بك لو مت وأنت على هذه الحال، إنك كنت مقيم على أمر عظيم. سماع الغناء من الجيران يقول لك كنت مقيم على أمر عظيم. هسه أخو احنا الحمد لله والشكر، يعني الحمد لله أصبحنا حتى في من تقعد بمطعم تريد تأكل الموسيقى ترصد عنك، مو شايفيها الأيام؟ يعني استبدلنا التسمية مو الطعام. من تقرأ اجى للنبي قال له سيدي انا اكل الطعام وصار عندي مغص صار عندي الم، قال له لعلك لم تسمي، قال له لا والله انا معتاد من ابدي بالطعام اسمي، قال له لا مو الاطعمة احيانا مختلفة بالسفرة هواية، انت تسمي تسمية واحدة لكل طعام تسمية وشوف الله شلون يحميك. احنا استبدلنا التسمية البسملة والتسمية بمن؟ استبدلناها بالموسيقى. واللطيفة الآن يا ريت يسمعون البعض، بعض الشباب ينزلون مقاطع دينية، مقاطع دينية ملاحظية شبابي ولا؟ مقاطع دينية بها موعظة بها فرد صبغة دينية حلوة يضمنوها موسيقى، مو هاي ظاهرة مألوفة عندكم ولا؟ وأحيانا صوت الموسيقى حتى يغطي ما تفهم شو يقول هذا المتكلم،
هاي الموضة شنو؟ هذه الثقافة الجديدة. ليش انت جاي تنقل مقطع ديني بآية قرآنية بحديث نبوي شريف بموعظة بنصيحة، يعني ما يصير لطيف إلا ويا موسيقى؟ مشكلة. المهم، فأكو هجر، الهجر النفسي وأكو هجر جسدي. مرة تهاجر تطلع من البلد، ومرة لا تهجرهم، ما تقعد بدواوينهم، ما تقعد وياهم، وتمشي وياهم حتى إذا واحد يريد تتحرش بك وطبق مالة القرآن الكريم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. المحور الثالث اللي يتوفر عند جو الإيمان والهجرة النفسية أو الجسدية، يعني أصبح منقطع مع الله تبارك وتعالى. المطلوب من المرحلة الثانية أن يبدأ بمرحلة الجهاد في سبيل الله بيش؟ بالأموال وبالنفس. هسه الجهاد هو ترى الجهاد إلى مراتب، والجهاد إلى منازل. يعني مثلا الجهاد مو إلا بالسيف والرمح، مو إلا بالسيف. الآن الحروب الصليبية كانت بسيف ورمح، مو؟ وقبلها يمكن بالحجارة، مو؟ داود بالحجارة والمحجال، تذكرون معركته. وبعدين اتطورت إلى مدفع ودبابة. الآن الحرب فكرية، ويا يولا مو حرب فكرية. الآن الحرب الفكرية كلها من خلال التواصل الاجتماعي بالفيسبوك، قائم على قدم وساق الصراعات. فالمفروض بالإنسان أن يوظف أنت بداخله فالنوع من الجهوزية للدفاع عن القيم، عن المبادئ، عن المثل العليا التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقع على مسؤولية الشباب أكثر من الناس الكبار، لأن الشاب هو يتعامل مع التكنولوجيا أكثر من غيره. المفروض إذا مر بمنشور ويشوف بيه طعن للعقيدة، يشوف بيه رسالة مبطنة، يشوف بيه شيء، لازم يتبنى الرد على مثل هذه التوجهات، لأن الغزو الفكري والثقافي خطر جدا. والمفروض شبابنا يوقفون على أرض صلبة وتتوفر عندهم الحصانة الفكرية، الحصانة العقائدية، كي لا يأخذ أثر بنفوسهم من هذه المنشورات التي تعبث بعقولهم. مرة قلت لك الجهاد مراتب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكو سرية من سرايا ترجع من القتال يقولهم مرحبا بكم، رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا له يا رسول الله شنو الجهاد الأكبر؟ لازم عدو أكثر شراسة، أكثر يعني طاقة. قال لا، الجهاد الأكبر هو جهاد النفس الأمارة. والنفوس ثلاثة يصنفها القرآن الكريم: النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذه الآية بسورة الفجر، ولذلك سورة الفجر تسمى سورة منو؟ سورة الحسين سلام الله عليه، لأنه من أبرز مصاديق النفس المطمئنة. لحظات الأخيرة مثخن بالجراحات وعياله مهددة بخطر، وقل له صبرا على قضائك يا رب، لا معبود سواك، لك العتبة إذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. أبرز مصاديق النفس المطمئنة بالشدة هي نفس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه النفس المطمئنة. والنفس اللوامة، النفس اللوامة هي التي تلون صاحبها على فعل الشر. شو تسميها احنا احيانا بتعبيرنا؟ ما نقول نفس اللوامة، نقول الضمير، مو؟ احيانا ضمير الى وخز بالنفس، يعني حتى لو انسان يرتكب جريمة اكو بداخله شيء يقول ليش؟ ما المفروض ان يصدر منك هذا؟ يحاسب نفسه، يسميها لعله واحد منهم فرويد يقول الانا الاعلى، يعني قمة النبل عند الانسان اكو بداخله شيء. بس هذا ترى ما يبقى دوم تشتغل هاي النفس اللوامة، اذا ظلت دائما ديدنها المعاصي في يوم من الايام تموت تسكت. هسه تعدكم سيارات، مو باتري السيارة يسكت لو ما يسكت بالتدريج من كثر الملحة عليه. موت مرات اذا ما يشتغل وظلت لح، مو تقول له راح يقعد الباتري؟ انت اذا تلح عليها بالمعاصي هم تسكت. عبد الملك بن مروان كانوا يسموه حمامة المسجد،
حمامة المسجد، الطبل المسجد، ليل نهار تلقى عبد الملك بن مروان قاعد به والقرآن بين يديه. من جت الخلافة ومات مروان وانتقل للشام، دخلت عليه إحدى عماته في يوم من الأيام، عمته أختبو، قالت له: يا عبد الملك، يا حمامة المسجد، بلغني أنك تشرب الخمر. قال له: والله يا عم، لو ضل على الخمر أحسن لي، حتى الدماء شربتها. نسأل الله حسن العاقبة. يعني قاعد يم الحجاج والأجساد والناس مضمخة بالدماء، انتهت عند القيم، مات الضمير، مات، سموه ضمير ميت. وهي ما ناس الآن كانت عندها ضمائر وماتت، وكان عندها دين وراح، وكانت عندها قيم وانغسلت، وكان وكان، وشفنا أشكال من الحياة. والنفس الأمارة، النفس الأمارة هي التي تأمر دائما بالسوء. هذا جهاد النفس الأمارة هو أعظم الجهاد، أعظم الجهاد، جهاد جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هو جهاد النفس الأمارة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا من أنفسنا، لأن كل إحنا نفوسنا أمارة، بس نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا منها، أن نكبح جماحها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مأدومة. بعد من مضامين الجهاد، النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. الله، هذه كلمة الحق عند السلطان الجائر، مو مرة كلمة أقولها أنا بيني وبين نفسي، أقولها بمجتمع مؤمن، لكن أحيانا أمام السلطان الجائر وأواجهه أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا ما مارسته الحوراء زينب سلام الله عليها. عبيد الله ابن زياد حاكم مغرور شاب تمتلك كل مقومات القوة، وزينب أسيرة. لما يقولها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب على انت. شو تشوف كربلاء؟ شوف اللي عنده ويا الله علاقة متينة، يظهر حتى الرؤية عنده تختلف، مو مثلنا. احنا شو نشوف كربلاء هسه؟ مأساة، مو كربلاء من نتأمل بها مأساة، تقشعر لها الأبدان، أجساد مضرجة بالدماء، صبايا وأطفال يتامى يصيحون العطش العطش، نساء أرامل تتضور جوع، يعني وضع غير مطمئن. لكن زينب شو تقول له؟ شنو شفت؟ والله ما رأيت إلا جميلة. شنو الجمال اللي تشوفه زينب؟ شنو العيون اللي عندها؟ إن هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا لمضاجعهم وستحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. هذه كلمة الحق عند سلطان جائر. وهكذا ويرتفع الجهاد، وفوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. مو فوق كل ذي بر بر، بالنتيجة وين النهاية؟ عندما يقدم الإنسان نفسه ويضرج بدمائه في سبيل الله، هنا ما فوق الشهداء مرتبة. فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. إذا نريد أن مصداق للآية الكريمة على أرض الواقع، مو الآية تحتاج مصداق. المصداق شنو؟ مثال بالمدرسة هسه من تأخذون قانون بالرياضيات، قانون بالكيمياء، قانون بالفيزياء، يريد مثال لو ما يريد؟ آيات القرآن الكريم قوانين، إذا عقائدية أخلاقية شرعية يراد لها مصادق. فنبحث عن مصداق لهذه الآية، يظهر أمامنا فد رمز وشخصية واضحة مبرزة، لكن مع الأسف مغمور. ليش مغمور؟ أنا أقول لك السبب، لأنه إلى علاقة بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهذا اللي إلى علاقة بعلي بن أبي طالب لازم يدفع ضريبة، لازم يدفع ضريبة. أنت توقع يعني أنت في يوم من الأيام لا زال ارتباطك بعلي بن أبي طالب، لازم أنت تدفع ضريبة هذا الارتباط وضريبة هذا الائتماء. يخلقون لك مشاكل من تحت أقدامك، يجيبون لك الناس حتى اللي ما ينفعوك، اللي ينفعك هم يوخروا يبعدوا.
هذه الشخصية اللي تنطبق من أبرز مصاديق الآية، ناخذ جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه. جعفر الذين آمنوا، عندك فكرة جعفر أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد علي بن أبي طالب؟ وإذا نحسب خديجة يصير ثالث من آمن، هو الثاني بعد علي، وإذا نقول علي وخديجة فهو الثالث. العباس بن عبد المطلب يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب خلفه وخديجة خلفهما، يصلي إلى القبلة ويصلي علي خلفه وخديجة. واحد يسأل العباس بن عبد المطلب من الضيوف اللي جاي المكة لأول مرة، يقول له ما هذا الدين الجديد؟ قال له هذا دين جديد جاء به ابن أخي، وهذا علي ابن أخي، وهذه زوجة محمد خديجة، وما على الأرض مصلي غير هؤلاء ثلاثة. أبو طالب رضوان الله عليه يدخل يباوع الجعفر ابنه، يقول لبني صلي جناح ابن عمك، صلى خلف النبي معهم. ما كتر هسه تسمع إلى دور، تسمع إلى صوت أنه من الأوائل، لا الأوائل صاروا غيره، جيب لك حبايب ويسوي كل اللي تريده، يمشي الأمور تمشي. جعفر ابن أبي طالب آمن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أشبهني خلقا وخلقا. تدري جعفر من رجع؟ إيش وقت رجع من الحبشة؟ رجع 7 للهجرة. 7 للهجرة كان مصادفة بالضبط الناس فرحانة بفتح خيبر، لأن به اليهود انهاروا وكذا، وش معروف فتح خيبر على يد الإمام علي سلام الله عليه. تدري النبي من استقبل إيش يقول؟ ما أدري بأيهما أشد فرحا، بعودة جعفر أم بفتح خيبر. من قد ما النبي فرحان بجعفر بن أبي طالب، لأن جعفر شلون يقول أشبهني خلقا وخلقا؟ ليش؟ عايش بجو الجاهلية قبل الإسلام، هو أكبر من علي بن أبي طالب 10 سنين ترى بالمناسبة، يعني عايش بأجواء الجاهلية. يودي علي النبي في اليوم، شوف الرقي، أرجوك شوف التاريخ اللي العطر اللي واحد فعلا يستفيد من يوقف يمه. يودي علي النبي صلى الله عليه وآله يقول يا جعفر لقد شكر الله لك 4 خصال كنت تعملها في الجاهلية، والآن الله يشكرها لك. بأيام الجاهلية قال يا رسول الله لو لم يخبرك بها الله لما أخبرتك، يعني أنا أشتغل مو أشتغل وي الله، يعني مو أريد شهرة وسمعة وشي، لكن لا زال الوحي خبرك، خل أقول لك. أعلم يا رسول الله أني ما كذبت قط، لأني علمت أن الكذب يذهب المروءة. قد حلو لطيف، واحد ما يشذب مو إلا حرام، بس أدري أن الكذب يذهب المروءة. وأعلم يا رسول الله أني ما شربت الخمر قط، لأني علمت إن شربتها طار عقلي. وأنا كرامتي بيمن، ترى الإنسان إذا جردت من عقله الآن مو البهيمة أحسن منه؟ جبيش كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، بهاي الطاقة العقلية اللي عنده يا أخي إذا جردت من عقله ما يندل أهله، أتحس من البهيمة. فيقول له أنا ما شربت الخمر قط، لأني علمت إن شربتها طار عقلي. واعلم أني ما زنيت قط، لأني خفت أن أفعل فيفعل بي. شوف النبوة يا أخي، نتعلم نتعلم. يقول له أنا من أجي أجرى على أعراض الناس أخاف الله هم يرحبني، يعني أخاف، يعني المجتمع هو إذا انتشر به الفساد الوباء تبقى بيتي شنو مصون وحد، يعني أنا شنو الموضوع؟ مجتمع إذا صار وباء، أنت من صارت كورونا ها ميزت بين غث وسمين، لو كلها الغني والفقير والقوي والضعيف كلها دخلت النار يا أخي. وباء الأخلاق هم هالشكل ترى، إذا انهارت المنظومة الأخلاقية من المجتمع شنو يبقى؟ جعفر واحد مميز يعني علي عصمة نازلة؟ فيقول له أعلم أني ما زنيت قط، لأني خفت أن أفعل فيفعل بي. وأعلم أني ما سجدت لصنم قط، لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع. المهم جعفر آمن وهاجر إلى الحبشة هجرتين، ومن الحبشة وين التحق؟ قلنا بالمدينة سنة 7 للهجرة، وصل والنبي استقبله وختمت له الحياة، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ختمت له الحياة بالشهادة. وجعفر موجود الآن في مؤتة بالأردن، مو
الشهيد جعفر بن أبي طالب شهيد مؤتة، لكن شلون شهادة؟ راح يقود الجيش للقتال، وجعفر ابن أبي طالب قطعت يمينه قطعت شماله، والنبي بشر بأن له جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. لكن أكو نقطة هنا لو تتأمل، أنت اقرأها أنت بمزاجك بذوقك. شوف عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر يقول أنا كنت بالغزوة موجود، فكان عندي لبن قبيل الغروب، قبل الغروب عندي لبن، قلت هذا اللبن أريد أنطي منه إلى جعفر بن أبي طالب يا القائد. فأجيت الجعفر بن أبي طالب وجدته مستلق على قفاه، قلت له هذا لبن عندي وشي، قال لي ضعه عند رأسي، إن أدركت الحياة إلى الغروب أفطرت به لأني صائم. عجيب، صوم صلاة وعبادة وجهاد، حياة كلها تشتغل، ماكو شيء اسمه. قال له أنا صائم إذا أدركت الحياة إلى الغروب. عبد الله بن عمر يقول من صار الغروب جيت أفتش عن جعفر أرد أشوفه وين صار شيء، فوجدت جعفر قد استشهد مقطوع اليدين بجسده نيف وتسعين جراحة. مو حكي هذا، حكي التاريخ، نيف وتسعين جراحة. هاي النقطة اللي أقول لك تأمل بيها، نيف وتسعين جراحة ما منهن في دبره، يعني وين كلهن؟ لا قرة أعين الجبناء، ما منهن في دبره. شلون الشاعر يقول ولسنا على الأقدام على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. استشهد جعفر، اجى عبد الله، اجى زيد ابن حارثة استشهد، اجى عبد الله ابن رواحة. طبعا جعفر اول من عقر فرسه بالإسلام، وكانت الأرجوزة مالته يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. نستشهد جعفر، اجى زيد، اجى عبد الله بن حارثة، والله بدون انتقاص، بس انت خلي شوف الموازين وشوف التاريخ شلون مو منصف. ما قصدي ان تقص من احد الله يعلم، بس ارد اقول لك خليها بالميزان. عبد الله بن حارثة استشهد، منو اللي استلم القيادة من بعده؟ الرابع اللي استلم القيادة من بعده خالد بن الوليد. خالد بن الوليد مستلم القيادة انهزم، ما وصل الى المدينة. نشوف التاريخ يقول استقبلنا نساء المدينة بالما ادري شنو، انه يوبخوه انت لو رجل لكان قتلت كما قتل جعفر وكما قتل زيد وكما قتل عبد الله ابن رواحة. شوف اللي اقول لك عدم الانصاف، والشخصية اللي قلت لك وقفنا يمها ليش مغمورة، يعني ياهو اولى ان يسمى سيف الله المسلول منه هذا لو هذا بلا انتقاص من احد، لكن غير الحياة مواقف، غير الناس معادن، غير كل واحد على ضوء ما يقدمه، لا ذاك مغمور لانه اخو علي بن ابي طالب. والنبي صلى الله عليه واله وسلم هم كشف له الغطاء يوم المعركة وقال يخبر، وعلي بن أبي طالب موجود وبكي سلام الله عليه وقال الآن انكسر ظهري لأن أخوه فعلا حزام ظهره. هذا عوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنة، وهناك بطل في كربلاء، هذا لا مميز أكثر حتى من جعفر بن أبي طالب. للإمام السجاد يقول سلام الله عليه، مو قياس، الإمام يقول لعمي العباس منزل في الجنة يغبطه عليها جميع الشهداء، كل الشهداء يغبطوا عليها، لأنه أيضا وقف في كربلاء موقف إلى حد قطع اليدين وفضخ الهامة بعمود من حديد، وضرب أروع الأمثلة أنه لم يشرب الماء قبل الحسين. يا نفس من بعد الحسين، هذا اللي يقول له بالزيارة أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. والله لقد كان عمنا العباس صلب الإيمان نافذ البصيرة، هاي صلابة الإيمان، أشرب قبل الحسين محال، هذا الماء يجري بطون حيات وضوقه قبل أخوه حسين
هيهات وضن طفله وهيئلي من العطش مات. بس شلون نزل الماء؟ تدري شو يقول الروايه؟ تقول لقد كان قلب العباس كصاليه الجمر من العطش. صاليه الجمر شايف البريمز؟ الصليب مال البريمز شلون يشتعل يصير احمر الحديد؟ هاي صاليه الجمر من العطش. لكن لما دخل الفرات كان امام نظر كل ان يوصل الماء الى الخيام، واخذ يخاطب: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت ان تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد. هيهات، هذا مو فعال اهل الدين. ملأ القربة وخرج، نادى المنادي: اقطعوا عليه طريقه، والله لئن وصل الماء الى الحسين لأفناكم عن آخركم. قطعوا عليه الطريق، قاتلهم قتال الأبطال: لا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى. قاتلهم قتال الأبطال، نكس شجعانهم، قتل أقرانهم، إلى أن كمن له عدو قطع يمينه، أخذ السيف بشماله وهو يقاتلهم قتالا مريرا، إلى أن قطعت منه اليمين وجاءته النبال كشآبيب المطر، فوقع سهم في عينه ووقع سهم في القربة فأريق ماؤها، فوقف آيسا من الحياة، وإذا بملعون يضربه على مفرق رأسه بعمود من حديد، هوى من على ظهر جواده مناديا: عليك مني السلام أبا عبد الله. نزل إليه الحسين ماشيا. أكو أمور هواية أكو بها درس بليغ. الإمام ينزل على فرسه، لكن للعباس نزل ماشي. شنو ما قدر يمتط الجواد؟ يعني من وصل الصوت هد حيله، ما أعرف شنو صار. لكن سيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله عليه يقول: أنا ما أدري، يمكن الحسين نزل جسد بلا روح، لأن روحه هو العباس المسجع على المشرعة. حميد ابن مسلم يقول: وصل قريب من العباس، شفته يلتقط شيء من الأرض يقبله ويضمه إلى صدره، دققت البصر وإذا بكفي أبي الفضل العباس ضامن على قلبه. وقف عليه أبو عبد الله الحسين قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه عض السلاح فيلثم، نادى وقد ملأ البوائد صيحة: صم الصخور لهولها تتألم، هذا حسامك من يذل به العدا، ولواك هذا من به يتقدم. وضع يده على خاصرته وهو يقول: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي. تدري الأخ يوجع القلب، مو أخاك أخاك، إنما لا أخل له كساع إلى الهيجاء بغير سلاحي. شلون من تطلع العركة بدون سلاح؟ هالشكل فقد الأخو. أخي الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، حط يد على خاصرته وتلوى تلوى، يا عباس ظهري انكسرته، يا عباس يا طيب الخوة، أخويا حزام انحل يا أخويا والفكر ضاع، يا عباس حيلي راح الساع، يا سوري وانهدم من فوق للقاع، خويا انا صابر انا صابر لهذا الصار وعدائي، عزمي بيك جنت احتزم وعدائي، خويا حيلي انهدم ظهر انكسر وعدا، وآي أخويا تشمتت اليوم بي. بقي عنده إلى أن فاضت روحه الظاهرة، رجع يكفف دموعه بمنديل عنده. تدري وين راح؟ يقول دخل المؤرخ، دخل إلى خيمة أبي الفضل العباس، جر العمود الواسطي، طاحت الخيمة،
طاحت يعني بعد ماكو مبرر. صاحب الخيمة راح بقي على المشرعة، جاءته الحوراء زينب، هذا اللي صنعته شنو معناه شنو دليله؟ قال عظم الله لك الأجر بأخيك. يقلها يقلها يا زينب راح عباس، يقلها يا زينب راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس، يقلها يا زينب راح اخونا وراح الجان بريحة ابونا. قل له اخويا ارد اطلع، ارد اروح للمشرعة، ارد اروح لابي الفضل العباس. قالها زينب لا تشمتي بنا الاعداء. قل له انا رايحة، انا رايحة العباس، قل انا رايحة العباس، قل نومك يا اخويا مو محل. اليوم نامت أعين بك لم تنم، وتسهدت أخرى فعز منامها. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك، بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبة أموننا إلى خير. اللهم احفظ وسدد وأيد علماءنا. اللهم اجعل بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم من أرادنا بسوء فأريد، ومن كادنا فكيد. اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، فرج عن كل مكروب. اللهم أصلح أمور شبابنا، اللهم يسر عليهم زواجهم، اللهم سهل عليهم دراستهم، اللهم ارزق المتزوجين ذرية طاهرة موالية. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. اللهم انصر جيشنا وحشدنا، أفرغ عليهم صبرا، ثبت أقدامهم، انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم اخذل الكفر والمنافقين المؤسسون، تقبل اللهم عملهم بأحسن القبول، واجعله ذخرا لهم يوم القيامة، وإلى أماتهم وعمات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مسبوقا بثواب الصلاة على محمد وآل محمد.